مساكم الله بالخير، يا هلا يا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير. يا هلا وسهلا فيك بسام، وأكيد نرحب بمشاهدينا الأعزاء أبناء البحرين اللي كانوا في الغربة. يا هلا وسهلا فيكم ويا هلا برجعتكم. الوطن يعز فيكم وما لكم مكان غيره، وما يفخر الوطن ويرتقي إلا فيكم. وطن يتغنى بأبنائه، وأبناء ما لهم ولاء إلا لهالديرة. اللي قلتي يا رقية يعني مو مجرد حروف وكلمات يعني وجمل، بل هي جهود ومشاعر تترجمت إلى عمل وأفعال وقرارات قامت بها وزارة الخارجية. فمن بداية الأزمة والتواصل المستمر مع جميع المواطنين لتأمين عودتهم لأرض الوطن، ويوم بعد يوم ازدان الوطن باحتضانهم. بالفعل بسام، الخارجية البحرينية كانت على الموعد، حيث جندت كل منتسبيها وسفاراتها وقنصلياتها للعمل ليلا ونهارا عشان يكون كل بحريني على أرض وطنه يشعر بالأمان في بيته ووسط أسرته. فيا هلا وسهلا بالجميع، وشكرا لوزارة الخارجية، وشكرا لقيادتنا الحكيمة اللي أصدرت الأوامر والتوجيهات مباشرة من بداية انتشار الفيروس للحفاظ على صحة المواطنين. بالتأكيد، والتحديات الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا تتطلب من الجميع المزيد من الوعي والتعاون علشان نحافظ على ما تحقق للوطن من مكتسبات تنموية. والمواطن كان وراح يظل هو غاية كل جهد تنموي تقوم به حكومة مملكة البحرين في كل القطاعات. وعي المواطن والمقيم هو مرتكز النجاح لكل الجهود اللي تبذلها مختلف الجهات من أجل تجاوز هذه المرحلة بنجاح. والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية هي واجب وطني من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الجميع. نبتدي معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم. أعلن المستشار عبد الله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن إلغاء الإجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم بدرجاتها والاستمرار في العمل في المحاكم طوال العام كمبادرة تطويرية لعمل المحاكم وإعادة تنظيمها. ويأتي هذا الإعلان حرصا من المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق العدالة الناجزة وعلى الصالح العام، بهدف الاستمرار بإرساء الحقوق في المجتمع بشكل فاعل وسريع في حسم القضايا بما يتوافق مع عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم التي تم تأجيل بعضها بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19. وشهد القطاع العدلي خلال جائحة كورونا التحول الإلكتروني من خلال تدشين خدمات رفع الدعاوى القضائية إلكترونياً بشكل كامل وتقديم مذكرات وتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى المحاكمات المرئية عن بعد.
وفي خبر آخر، أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بتجاوب الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع تجربة التعلم عن بعد اللي تم تطبيقها خلال فترة تعليق الدراسة. وكذلك دلت الإحصاءات للفترة من الأول من مارس حتى الوقت الحالي أن عدد زيارات الطلبة من فئة صعوبات التعلم للروابط التفاعلية تجاوز 8000 زيارة، كما وصل عدد مشاهداتهم للدروس على قناة التربية الخاصة على اليوتيوب أكثر من 2000 مرة، فيما بلغ عدد مشاهداتهم للدروس المتلفزة على قناة البحرين الرياضية أكثر من 4000 مرة، مما يؤكد على التفاعل الكبير للطلبة مع قنوات التعلم المختلفة اللي وفرتها الوزارة لضمان استمرارية التعليم خلال هالفترة الاستثنائية. وفي الخبر الأخير، أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن مجموع المسافرين القادمين عبر رحلات تأمين العودة إلى البحرين في ظل أزمة كورونا بلغ 5570 مسافرا، فيما بلغ عدد المسافرين المغادرين المملكة 2964 مسافر. بالتأكيد، ومنذ انتشار جائحة فيروس كورونا باشرت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة العديد من التدابير الاحترازية الوقائية اللي تضمن انسيابية سير العمل للحفاظ على سلامة وصحة العاملين في الإدارة والاستمرار كذلك في تقديم جميع خدماته كإصدار الجوازات البحرينية والتأشيرات والإقامات. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ الأمومة؟ لهفتي وسعادتي وأنا أشوف ولدي يكبر قدام عيوني، لكن لهفة وسعادة أي شخص ممكن تنتهي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا مخالد وهذه طفلي الأول، وبالعادة الأطفال ما يكون عندهم إدراك كافي لحمايتهم، واجبنا إحنا نحميهم. حياتهم حق، عاملها كأنها حياتك. مشاهدينا، ننتقل معكم الحين إلى بسام واللي راح يستعرض ويانا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا أرقية. نستعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الأربعاء 27 مايو. بلغت الحالات القائمة حتى اليوم 4476 حالة، الوضع الحالات المستقرة 4466 حالة، فيما يبقى 10 أشخاص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 25 حالة، أما المتعافين فيبلغون حتى اليوم 5142 متعافي، أما الوفيات 15 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. وأجرت مملكة البحرين أكثر من 289 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الأربعاء في مملكة البحرين رصد 268 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 156 حالة لعمالة وافدة و106 حالات لمخالطين وست حالات قادمة من الخارج، وتعافي 204 حالات. هذه كل اللي عندي، وعودة للشرقية. شكرا بسام، يعطيك العافية، الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا يا رب نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله رعاه.
حكومة مملكة البحرين ومن بدأ ينتشر فيروس كورونا عالمياً خذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وقامت كذلك برفع درجة التأهب لمواجهة الفيروس، وأطلقت حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المدروسة، واللي ساهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس. والإجراءات والجهود المبذولة لحماية أمن وسلامة المجتمع ما كانت بس تقتصر على داخل حدود مملكة البحرين، بل امتدت هذه الجهود إلى خارج حدود الوطن، حيث قامت وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بمتابعة شؤون المواطنين البحرينيين من مسافرين وطلبة في مختلف دول العالم من بداية جائحة كورونا. زميلنا يحيى العمري المتواجد حاليا في مقر وزارة الخارجية في المنامة يحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. تفضل يحيى والكلمة عندك. تفضل يحيى. نعم زميلي بسام وزميل ترقية، شكرا لكم. وبالتأكيد أنا الآن متواجد هنا في قلب العاصمة المنامة في مقر وزارة الخارجية. جائحة كورونا فرضت على العديد من دول العالم ظروف معقدة وصعبة في مختلف المناحي ومختلف المجالات، تعاملت معها الدول والحكومات بحسب أولوياتها وبحسب ما تراه مناسب، إلا أن مملكة البحرين كانت الأولوية الأولى لها هي سلامة وصحة المواطن البحريني في الداخل وفي الخارج. إجراءات مملكة البحرين في الداخل حظيت بإشادات دولية ومنظمات عديدة أشادت بهذه الإجراءات، لأن إجراءاتنا في الخارج كانت مختلفة وكانت أيضا تحظى بإشادات، حيث لعبت وزارة الخارجية دور مهم ومحوري وكبير جدا في إعادة المواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج خلال هذه الأزمة. سيرت العديد من الرحلات المباشرة والخاصة لإعادة المواطنين، وإضافة إلى تيسير عملية العودة للعديد أيضا من المواطنين من مختلف الدول، علاوة على التواصل المستمر من قبل سفارات مملكة البحرين وبعثاتها الدبلوماسية لمختلف عواصم دول العالم، تواصلها مع المواطن البحريني المتواجد في هذه الدول وتوفير احتياجاته وتيسير عملية التواصل معه وإعادته إلى مملكة البحرين. شبكة العلاقات وتاريخ العلاقات البحرينية مع مختلف الدول هو إرث دبلوماسي وإرث من العلاقات الوطيدة والمتينة التي وطدتها مملكة البحرين مع مختلف دول العالم. هذه العلاقات أفادت واستفادت منها مملكة البحرين في هذه الجائحة، تعاونت مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والدول العربية والدول العالمية لتيسير وإعادة تقريبا 5900 مواطن بحريني كانوا في مختلف الدول العالم، تمت إعادتهم إلى مملكة البحرين ضمن جهود مملكة البحرين وجهود فريق مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا. هذه الجهود مستمرة وتحظى بإشادات محلية ودولية، المواطنين الذين تمت إعادتهم يشكرون ويمدحون هذه الإجراءات، سهولتها وسرعتها وسرعة الاستجابة من قبل المسؤولين والمعنيين في وزارة الخارجية وفي فريق مملكة البحرين. هذه الجهود هي بالتأكيد محط اهتمام ومحط فخر لكل مواطن بحريني متواجد في الداخل وفي الخارج كذلك. هذا كل ما لدي زميلي بسام وزميل ترقية، عودة لكم في الاستديو. شكرا زميلنا العزيز يحيى العمري، وأكيد طبعا نشكر وزارة الخارجية على كل الجهود المبذولة في طبعا تأمين عودة مواطنينا. هي جهود يعني حثيثة وكبيرة صراحة قامت فيها وزارة الخارجية وجميع بعثات الدبلوماسية في الخارج، يعني جهود الحقيقة جبارة في تأمين عودة المواطنين إلى مملكة البحرين، ويعني عودتهم طبعا سالمين ومتعافين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى الخليفة وكيل وزارة الخارجية. مسي عليك بالخير سعادة الدكتورة. مساكم الله بالنور. يعني بداية لو يعني نتعرف معك، يعني كيف صارت عملية إعادة المواطنين من مختلف دول العالم خلال هذه الفترة؟ نعم، بداية فضل الخطة الموضوع من قبل سعادة الدكتور
عبد اللطيف بن راشد الزياني وجهود الدبلوماسيين البحرينيين استطعنا من خلال فتح قنوات التواصل على مدار الساعة بتسخير كافة الإمكانيات جميعها لخدمة المواطنين الراغبين بالعودة لأرض الوطن. فاستطعنا بفضل الله من تخطي الصعوبات اللي واجهتنا، والصعوبات هذه طبعا حظر التجول البري ووقف حركة الطيران وغيرها من التحديات، ولكن لله الحمد تم التغلب على هذه التحديات. نعم يعني شيخة، كيف انعكست يعني نجاحات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية كذلك على نجاح الخطة الكبيرة، خطة عودة المواطنين من الخارج؟ طبيعة الحال كل الخطط مهما كانت يعني محكمة، فلابد أن هي تتطلب قاعدة صلبة تدعم تنفيذ ونجاح هذه الخطط. فإحنا في وزارة الخارجية طبعا عبر التاريخ الدبلوماسي الطويل لمملكة البحرين استطعنا تكوين علاقات وشراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم والكثير من دول العالم، فهالأمر طبعا سهل علينا مهمتنا وساهم في نجاح يعني هذه العملية. نعم شيخ، يعني كما نعلم يعني جميعا بأن البحرين يعني لها علاقات وثيقة دبلوماسية كما تفضلت أيضا طويلة وتاريخية مع العديد من دول العالم، يعني كيف تقيمين تعاون هذه الدول الشقيقة والصديقة يعني في تسهيل عودة المواطنين؟ طبعا الدبلوماسيين البحرينيين المتواجدين حاليا في سفاراتنا وقنصليات مملكة البحرين في مختلف الدول العالم طبعا يؤكدون ويشيدون بمستوى هذه التعاون بينهم وبين سفارات الدول الشقيقة والصديقة، وأيضا سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية دائما مستعدة لتقديم كل الدعم لمختلف سفارات الدول الشقيقة والصديقة. فهذا الظرف طبعا الاستثنائي والوضع الحالي يفرض على الجميع التكاتف والتعاون. نعم يعني بالتأكيد نحيي جهودكم المشكورة سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة وكيل وزارة الخارجية، شكرا جزيلا لك. كنت بعاد عن الديرة وقراب من قلوبنا وعقلنا ماخذين كل تفكيره، اشتغلنا وعملنا وكان بس همنا ترجعون لأرض الوطن. العيد بيتكم صار عيدين ولمتنا أحلى في ديرتنا البحرين. قرت عينكم، كل عام وانتم بخير. وفق عمل منظم استمر لأشهر وضعت البحرين المواطن نصب عينيها، وعملت وزارة الخارجية باحترافية في تأمين عودة المواطنين من الخارج. صحيح رقية، مراحل عديدة سارت فيها عمليات تأمين العودة للمواطنين في تحديث معلومات المتواجدين في الخارج وتسهيل حجوزات المئات منهم ورفع الطاقة الاستيعابية لعمليات استقبال المكالمات على مدار الساعة والسؤال كذلك والاطمئنان المتواصل على المتواجدين في الخارج من قبل وزارة الخارجية وبعثات المملكة الدبلوماسية. كل هذا الجهد راح نتعرف عليه أكثر مع سعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية، وكذلك الدكتورة أروى حسن السيد مدير إدارة الاتصال بوزارة الخارجية. مساكم الله بالخير ونقول لكم كل عام وانتم بخير طبعا. مساكم الله يا هلا وسهلا فيكم. يعني طبعا لو نتكلم عن هذه الجهود، واحنا يعني سبق ايضا وخصصنا العديد من فقرات، يعني ما راح نوفي يعني كل الجهود اللي قامت صراحه فيها وزاره الخارجيه في الخارج يعني ارجاع المواطنين، كذلك ايضا دور البعثات الدبلوماسيه هناك يعني في الاطمئنان المتواصل ورعايه المواطنين بشكل مستمر. ببتدي معك في يعني سعاده السفير، يعني هل كنتوا فعلا جاهزين لهذا النوع من الازمات هذه التحديات العالميه؟ بداية إذا تسمحون لي ودي أبتدي بكلمة
تعبر عن جميع الموظفين في وزارة الخارجية اللي ساهموا في مواجهة هذه الأزمة. أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسيدي رئيس مجلس الوزراء، وسيدي سمو ولي العهد، الله يحفظهم، اللي حسسونا باهتمامهم وقربهم منا في مواجهة هذه الأزمة، واللي صراحة خلانا نشتغل على مدار الساعة، واللي حفزنا على تنفيذ الإجراءات والتوجيهات السامية بأكمل وجه إن شاء الله. هل كنا مستعدين للتعامل مع هذه النوع من الأزمة؟ ما أعتقد في جهة أو دولة ممكن تقول إن هي كانت جاهزة. طبعاً المعطيات اللي كانت موجودة في هذه الأزمة كانت تتغير بشكل يومي. المعلومات اللي كانت توفر بخصوص الفيروس نفسه كانت تتغير بعد بشكل يومي. فصعب أن نقول أن احنا كنا جاهزين. لكن اللي نقدر نقوله أن فضل الله وثم فضل القيادة الحكيمة صدرت توجيهات، وضعت استراتيجيات وخطط مكنتنا من مواجهة هذه العدو، وبفضل الكفاءات اللي كانت موجودة في المملكة وحرصهم على مواجهة أي نوع من التهديد على البحرين مكننا من تنفيذ التوجيهات السامية، تنفيذ الخطط في وقت قصير جدا. فيمكن ما كنا جاهزين، لكن بعد ما شفناه من حرص وكفاءة وتضحية ممكن نقول أن مملكة البحرين بقيادتها وشعبها جاهزين لمواجهة أي نوع من التحدي. نعم. يعني أرجع لك دكتورة أروام، يمكن من البداية هذه التحدي صار في كثير من المخاوف، صار في خوف، صار في خلع عند الكثير من الناس، وخاصة خلينا نقول يعني أبنائنا اللي في الخارج وعائلاتهم وأسرهم. الإعلام كان له دور قوي جدا في انه هو يطمن الناس، في انه هو يعطيهم المعلومات الصحيحه ويعطيهم بالخطط المستقبليه والرؤى اللي وضعتها وزاره الخارجيه مع قيادتنا الحكيمه. نبي نتكلم عن الجهود الاعلاميه اللي بذلتوها خلال هذه الفتره. بالضبط، يعني احنا من بدا الفيروس او ظهر في العالم في الصين والدول المجاوره سارعنا ان احنا نطلع البيانات التحذيريه تلو الاخرى عن السفر، ان ننشر ارقام سفاراتنا وارقام الوزاره، نحث المواطنين على ان هم يتواصلون معنا، بنفس الوقت نسوي التوعيه اللازمه سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الفيديوهات القصيره وغيرها. ولما طبعا انتشر المرض بكل انحاء العالم وصل الى المنطقه والى اخره، زادت هذه نسبه التوعيه لم تتوقف. واكثر شيء حرصنا عليه ان نفتح باب الاتصال للمواطنين بكل وقت وبكل وسيله، سواء كانت هاتفيه سواء كانت عبر البريد الالكتروني وسائل التواصل الاجتماعي. فكررنا كثيرا وعدنا ان وحثينا المواطنين ان هم لا يترددون بالتواصل مع الوزاره ومع السفاره ومع الدبلوماسيين في اي وقت، وردينا على كافه الاستفسارات ولبينا الاحتياجات الخاصه فيهم وين ما كانوا حول العالم. فكان من البداية توعية، وبعدين فتح قنوات اتصال مستمرة إلى هذه اللحظة بأكثر من طريقة. نعم، يعني صراحة يعني كانت طريقتكم في إدارة الأزمة وإدارة العمليات الخاصة فيكم في وزارة الخارجية يعني كانت تسير يعني بخطة، خلينا نقول خطة ثابتة
واضح ان يعني الجهد كان يعني متصل ما بين وزارة الخارجية في البحرين كذلك يعني التواصل مع السفاراتنا في الخارج. انتم انشأتوا طبعا غرفة عمليات ولاحظنا يعني الجهد هذه الغرفة على مدى الايام اللي راحت، لكن يعني هل هناك يعني سعادة السفير هل واجهتكم تحديات يعني سواء داخل البحرين سواء في عملكم داخل البحرين وكذلك ايضا السفارات في الخارج؟ نعم، التحديات كانت طبعا موجودة، وقيادة سعادة الوزير عبد اللطيف بن راشد الزياني وتأسيس اللجنة الخاصة بتصدي للوباء، قدرنا احنا ان نقلب التحدي الى انجاز، لكن ما زال كان في طبعا تحديات كانت موجودة، من ابسطها كانت في بعض الحالات كنا محتاجين ان احنا نتواصل مع مواطنين في دول شبكات الاتصال تكون ضعيفة، وما كنا قادرين على توصيل المعلومة الخاصة برحلات الإجلاء ووقتها. ففي هذه المشاكل تم التعاون مع وزارات أخرى وجهات أخرى للحصول على معلومات أقاربهم في البحرين وتوصيل المعلومات المطلوبة إلى أقاربهم، بحيث أن هم طبعاً يوصلون هذه المعلومات إلى العالقين أقاربهم في البحرين. طبعاً أقاربهم في البحرين تواصلون معهم؟ نعم الله يسلمك، تزودون بالمعلومات علشان هم تكون عندهم سعادة طرق عن طريق أصدقائهم من معاهم أو وطبعاً من أصعب التحديات اللي طبعاً تقلبنا عليها والحمد لله هي التحديات اللي واجهناها في الدول اللي كانت فيها حظر تجول كامل. نعم. وكان بدور سفاراتنا في الخارج أن ينسقون خطط لتمكنهم من وصول المواطن البحريني إلى المطار. إلى المطار. وطبعاً هم في أماكن مختلفة بعيدة، لكن الحمد لله كانت الجهود واضحة من سفاراتنا، وكل السفارات للأمانة كانوا قائمين بجهد عالي، وتمكنوا من توصيلهم إلى المطار، تمكنوا من الوصول إلى بعض التفاهمات مع دول مختلفة، إلى درجة أن في دولة من الدول عمموا على الجهات الأمنية أن الجواز البحريني يعتبر تذكرة مرور أو لهذا اليوم فقط. نعم. لأجل وصول المواطن البحريني إلى المطار. جميل، يعني هذه جهود كلها طبعا جهود جبارة، وأكيد نرجع يمكن في الأساس إلى حكمة قيادتنا الرشيدة. نعم. وعلاقتها القوية جدا مع أشقائها في الدول المجاورة. سعادة السفير، يعني استكمالا على موضوع التحديات، نعم، يعني يمكن احنا تحدثنا عن التحديات بشكل عام. نعم. لكن يمكن أيضا خلينا نقول شهر رمضان كانت له خصوصية. نعم. وكان في تحدي يمكن أكبر بعد واجهنا. نعم، يعني التحديات اللي شفناها في الشهر الفضيل كانت ما تختلف عن التحديات اللي شفناها في الأيام العادية، لكن كان علينا أن احنا نتأقلم مع التوقيت المطلوب لرحلة رحلات الإجلاء. كنا لازم نعتبر أوقات الإفطار وأوقات الإمساك ووقت الرحلة تكون مريحة للصائم. اللي شفناه بصراحة في شهر رمضان الكريم كل خير. في هذا الشهر قدرنا نرجع ضعف العدد من المواطنين البحرينيين اللي قدرنا نعيدهم في الأشهر السابقة. جميل. في ختام هذا الشهر وصلنا إلى 94% من عدد المواطنين العالقين في الخارج، وقدرنا أن احنا نجيبهم إلى أرض الوطن. نعم.
وطبعا ان قدرنا نجيبهم في هذا الشهر الفضيل وان يستمتعون مع اهاليهم في ايام العيد، هذه كان مردود معنوي عالي. صحيح. بالتاكيد يعني احنا شفنا الخطه يعني من بدايه الاعلان عنها، يعني تم الالتزام بهذه الخطه يعني امام وسائل الاعلام امام الجميع بان احنا ملتزمين امام مواطنينا في الخارج. ويعني وكانت وتيره متسارعه ايضا. صحيح. يعني حتى الخطه يعني خلينا نقول وصلوا اللي هو المواطنين من الخارج يعني حتى يعني قبل اللي هو قبل الخطه نفسها. قبل الخطه نفسها بالتاكيد. احنا متواصلين معاكم ان شاء الله في الحديث عن هذه الجهود. طبعا مشاهدينا، عملت وزاره الخارجيه البحرينيه على مدار الساعه على تامين عوده المواطنين من مختلف دول العالم خلال هذا التحدي الصحي اللي الغى العديد من الرحلات والمسارات الجويه. وزاره الخارجيه البحرينيه خططت ودرست كل الإمكانيات من أجل عودة المواطنين إلى أرض المملكة بكل سهولة ويسر. خلونا نتابع معكم هذا التقرير وراجعين نكمل فقراتنا مع ضيوفنا المشرفين في الاستديو. بعد انتقال فيروس كورونا من بلد إلى آخر وإغلاق المسارات الجوية والحدود الدولية، لم تقف الخارجية البحرينية مكتوفة اليدين، إنما مدت يدها لكل رعايا المملكة في مختلف الدول، مطمئنة إياهم بأن عودتهم للوطن ستكون على رأس الأولوية من خلال الاتصال المستمر والمتواصل مع جميع الرعايا ونشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى من لم يعلم بأمر تسهيل العودة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من البحرينيين في مختلف الدول من كل بقاع العالم. عملت الخارجية البحرينية من خلال علاقاتها الدبلوماسية والطيبة لعودة أبناء الوطن، واستطاعت إعادتهم بخطط مدروسة ودفعات متتالية برحلات مريحة موفرة من خلالها كل ما يحتاجه المسافر في الظروف الاستثنائية، كما وعملت قبل عودتهم على تسكينهم وتوفير كل الاحتياجات الأساسية. الخارجية البحرينية ترعى أبناء الوطن في كل نقطة على الكرة الأرضية وتسعى لأن يكون المواطن البحريني هو الأهم في مختلف الظروف. شوقي العثمان لبرنامج مجتمع واعي. مستمرين معاكم مشاهدينا وهذه الفقرة الخاصة اللي نتكلم فيها عن جهود وزارة الخارجية. دكتور أروى، أنا برجع لك يعني بالسؤال، يمكن في بداية كلامنا ذكرتي أن الوزارة فتحت يمكن جميع مجالات التواصل مع المواطنين الموجودين خارج مملكة البحرين يعني بأي طريقة كانت. نبي نعرف يعني أعداد الاتصالات اللي وردت لكم خلال هذه الفترة. نعم، احنا عندنا مكتب المتابعة بوزارة الخارجية وهو بكل الأحوال يعمل على مدار الساعة طوال العام. لكن من ابتدت الأزمة رفعنا جاهزية المكتب يعني من 4 موظفين إلى تقريبا 8 أو 10 موظفين، لأن كمية الاتصالات اللي كانت توصل خصوصا في البدايات يعني يوم الناس سمعت عنها وعيالهم برا بالضبط، وهذه يعني كانت تصل 400-600 مكالمة يمكن في اليوم. يمكن الآن طبعا خفت المكالمات بشكل كبير لأن بعد ما الأمور اتضحت وأغلب المواطنين رجعوا، لكن في ذاك الوقت كان هذا عدد المكالمات. سفاراتنا طبعا برا يعني كانت تليفونات الجميع مفتوحة من أصحاب المعالي والسعادة السفراء إلى كل الدبلوماسيين. في سفارات يعني في بعض الدول في أوروبا مثلا أمريكا كان يسلمون على يعني استلموا خلال الفترة أكثر من 4000 مكالمة، أكثر من 5000 مسج أو واتساب، وكل هذا كان ينرد عليه يعني في حينه. جميل. ممتاز. يعني أعود لك سعادة السفير، يعني إذا تكلم عن من ناحية التواصل مع المواطنين، لا شك أن أيضا يعني في فئة يعني إحنا يعني حتى في خلال برنامجنا يعني تواصلنا مع طلبة في الخارج ورأينا حجم يعني التقدير والامتنان يعني للتسهيلات اللي هم حصلوها في عودتهم، او سواء للطلبه اللي لا زالوا يعني موجودين كذلك هناك اللي يتلقون لا زالوا الرعايه والاهتمام من سفاراتنا في الخارج. لكن هل ايضا يعني خاطبتم من خلال يعني القنصليات والسفارات الجامعات ب يعني يعني
بتسهيل الأمور على الطلبة هناك؟ نعم طبعا تم التنسيق مع سفاراتنا في الخارج للتواصل مع المواطنين والطلبة. طبعا تم إرسال في بعض الدول، طبعا كانت الأمور نفس المعقمات والماسكات الكمامات ما كانت موجودة، وكان دورنا أن احنا نتأكد أن السفارات مجهزة بحيث أن هي تقدر تمون هذه الأمور للطلبة. فهذه من الأشياء اللي سويناها في هذا الوقت. طبعا من ناحية المحلات الخاصة بالتموين اللي كانت موجودة في بعض الدول، فبعضها ما كان يعني الناس راحت وخلصت اللي موجود عندهم، وطبعا السفارات بعد تم توفير بعض الأشياء للسفارات لتوفيرها للطلبة في هذه الدول. نعم يعني يمكن أنا سعادة السفير بأكد على كلامك، لأن بالفعل يعني من خلال الضيوف اللي كنا نستضيفهم معنا أو حتى الطلبة اللي كنا أحيانا نجري لقاءاتنا معاهم عبر السكايب، يمكن كانوا الشيء اللي دائما يرددونه أن سفارتنا ما قصرت، إن كان من حيث المواد الغذائية، المعقمات، الكمامات، يعني كانت توصلهم كل الإمدادات المطلوبة، وهذا شيء يعني إحنا متوقعين أكيد من وزارتنا، وأكيد طبعا بقيادة حكيمة من قيادتنا. وأيضا إحنا دائما نكرر ونقول إن في خطوات إيجابية كثيرة اتخذتها وزارة الخارجية، كان المواطن فيها هو دائما أولا دائما وأبدا بمتابعة واهتمام وتوجيه والتزام بتأمين عودة المواطنين البحرينيين لأرض الوطن. وعشان نتكلم أكثر عن هذه الجهود اللي بذلت، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. مساك الله بالخير سعادة السفير، ويا هلا وسهلا فيك معنا. الله يمسيكم بالخير جميعا، ومسي على ضيوفك الكرام اخواني الخالد والاخت عروة. يا هلا وسهلا فيك. سعادة السفير، في البداية بنتكلم اكثر عن الترتيبات والجهود اللي قمتوا فيها لتأمين عودة المواطنين لمملكة البحرين. والله اختي العزيزة شوفي، يعني انا يمكن ما راح ازيد على ضيوفك، يعني الجهود بالفعل كانت كبيرة الحمد لله، يعني فضل جهود الأخوان ووزارة الخارجية على رأسهم سعادة الوزير وجميع العاملين حقيقة في وزارة الخارجية وتوجيهاتهم لنا احنا في الخارج. طبعا هو كان دور، وهذه عملنا وصميم عملنا، ان احنا اهتمامنا الأول يكون راحة المواطن والعمل على إعادته الى البحرين في اسرع وقت ممكن. يمكن الإمارات شوية تتميز عن الدول الأخرى، يعني لأن الإمارات تعتبر من الدول اللي يكون فيها تواصل كثير، أو بسبب طبعا رحلات الطيران اللي تكون رحلات ترانزيت بينه وبين العالم، بالإضافة إلى عدد الطلبة الكبير والمقيمين والعاملين في الإمارات. يعني احنا اليوم نتكلم ما يقارب تقريبا 6 إلى 7 طيارات فقط بس من الإمارات كانت رحلات تسهيل عودة المواطنين. هذا الدور طبعا الحمد لله يعني تم على خير، وما زالت إن شاء الله هناك في جهود قادمة إلى أن تكتمل الأعداد الكاملة إن شاء الله. نعم يعني سعادة السفير، ما في شك بأن العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين البحرين والإمارات كان لها دور كبير في تسهيل عودة المواطنين لأرض الوطن، شلون لمستوا تعاون المواطنين، بالإضافة طبعا أكيد لتعاون الجهات الرسمية في الإمارات مع جهود السفارة لتأمين عودة المواطنين للبحرين؟ صحيح، أنت يا أختي العزيزة تعرفين علاقتنا إحنا مع الإمارات علاقة متميزة من التاريخ، والتعاون يعني مشترك ودائم، يعني من أول يوم أنا طبعا استلمت السفارة في الإمارات الأخوان حقيقة سواء كان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أو في اللجنة العليا لإدارة الأزمات، بالفعل كانوا لنا سند وعون لنا في وعاملوا المواطن البحريني وكأنه مواطن إماراتي. أنا طبعاً لما حدثت إن كانت عندنا هناك 7 رحلات لإجلاء المواطنين البحرينيين إلى البحرين، هذه طبعاً كانت عبر طيران الناقل الوطني لطيران الخليج، لكن أيضاً
أحب أقول لك أن هناك كانت عندنا تقريبا 7 أو 8 رحلات تم إجلاء مواطنين من دول عديدة من العالم مع خطوط إماراتية مختلفة. بالفعل كانوا لنا عون وساندونا حقيقة في كل طلباتنا، لم يبخلوا علينا بأي شيء الحمد لله. طبعا احنا دائما نعجز عن الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على دعم لمملكة البحرين، وهذا طبعا كان دعم متبادل. أيضا البحرين قامت مشكورة مثل وزارة الخارجية بإجلاء مواطنين إماراتيين إلى الإمارات من البحرين. نعم طبعا احنا اكيد ناكد على اللي تفضلت فيه سعادة السفير، لان احنا دائما يعني معروف عنا اهل الخليج احنا دائما اخوه واشقاء خاصه في هذه المواقف وفي هذه الازمات. بس يعني نبي نعرف شنو بخصوص المواطنين اللي يمكن تجبرهم ظروفهم على البقاء في الامارات، هل راح يكون التواصل مستمر معهم وتلبيه احتياجاتهم؟ احنا دائما اختي الله يسلمك دائما نتواصل، يعني احنا مسجل عندنا كل المواطنين تقريبا اللي موجودين حاليا في الإمارات. بعض الطلبة يعني حبوا أنهم يعني يستمرون في الجلوس أو في المكوث في الإمارات لأنهم على وشك سنة تخرج وعندهم هناك الكثير من الأعمال، لكن احنا دائما نتواصل معهم ونقدم لهم جميع المساعدات اللي نحتاجه. يعني احنا واجهتنا حقيقة الكثير من الأمور والطلبات في الآونة الأخيرة، يعني كان في حالات تستدعي إلى مستشفيات، كانت مثل ما تفضل أخوي العزيز على السفير خارج الأهم أن بعض الأخوان كانوا يحتاجون المطهرات والكمامات لأنها مر وقت علينا انتهت من السوق، فكان واجب علينا إحنا نوفر لهم ونوفر لهم أي طلبات هم يحتاجونها. إن شاء الله أن إحنا ما قصرنا في عملنا، وراح أكيد أن إحنا نكون دائما في خدمة المواطن في الخارج. نعم يعني أبدا ما قصرتوا ويعطيكم العافية، وهي جهود كبيرة أكيد تبذل من قبل جميع منتسبي وزارة الخارجية، وإحنا دائما نقول أن هذه إن شاء الله أزمة وراح تعدي وتحدي كبير إحنا قادرين إن شاء الله أن إحنا نتعدى. سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لك لما تفضلت فيه. طبعا شكرا لك سعادة السفير، عودة إلى ضيوفنا الكرام، يعني عودة لك يعني السفير خالد، يعني لو تكلمنا أكثر هل لا زالت هناك عمليات إجلاء يعني راح تكون في المستقبل، حدثنا عنها. نعم حاليا عندنا تقريبا 400 مواطن بحريني عالق، ووضعهم شوي مختلف عن أوضاع العالقين اللي انتهينا من إجلائهم. هذين 400 مواطن في دول مختلفة فوق 30 دولة بأعداد بسيطة، بعضهم فيهم 4 مواطنين ودول فيها 12 و10. طبعا هذه لها خطة بروحة وضعناها ليتم التعاون مع دول الخليج لإعادتهم إلى مملكة البحرين. طبعا بدينا في تنفيذ الخطة من بداية الأزمة ولا زال مستمرين في تنفيذ هذه الخطة. تم والحمد لله عن طريق الخطة هذه إعادة فوق 200 بحريني عن طريق التعاون بدول مجلس التعاون، ويبقون اللي هم 400 مواطن بحريني، هو مو بعدد قليل، لكن إن شاء الله في الأسابيع الجاية إن شاء الله بننتهي من إعادتهم إلى أرض الوطن. يعني دكتورة أروى أنا يمكن وايد أحب أسأل خاصة عن شهر رمضان، ويعني أيام يمكن رمضان والعيد مثل ما قلنا هي فترات يعني لها خصوصية، ويمكن الناس تكون حابة أن هي تكون مع أهلها خاصة في مثل هذه يعني الظروف الاستثنائية. نبي نتكلم يعني أكثر حول يعني استمرارية التواصل فيما بينكم وبين المواطنين والسفارات خاصة في فترة رمضان والعيد. أكيد يعني كان بعض المواطنين لديهم ظروف يمكن كانت أو اختاروا أن هم ما يرجعون فبقوا في الخارج، هذه لا يعني أن انقطع الاتصال معهم أبدا. وفي لفتة جدا جميلة قام أصحاب السعادة والمعالي السفراء
بالاتصال طبعا بالمواطنين الموجودين في البلد اللي هم فيها ونقل تحيات جلالة الملك المفدى. جميل. بالضبط يعني فلتش أنت تخيلي شعور لفتة المواطن. لفتة جداً جميلة وأكيد استانسوا فيها. بالضبط وهو في غربة ويتصل فيه رئيس البعثة وينقل له تحية جلالة الملك. فأنا سفراء عديد منهم يعني خبروني أن اتصلوا فيهم شخص اللي وفي بعضهم طبعاً يمكن ما قدروا يوصلون لهم بس قدر الإمكان حاولوا يغطون الأغلبية. فكانت لفتة جداً جميلة أسعدت الكثير من المواطنين. الحمد لله. بالتأكيد إحنا يعني بعد لازلنا مستمرين معاكم لكن يعني بعد هذه التصريح فمن بين الدول الصديقة والشقيقة اللي أعادت البحرين مواطنيها من خلال أزمة فيروس كورونا هي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك بتنسيق كبير بين البحرين والأردن. مشاهدين نتابع هذا اللقاء الحصري لبرنامج مجتمع واعي مع سعادة سفير المملكة الشقيقة رامي العدوان وراجعين معكم. باسمي وباسم زملائي اعضاء السفاره الاردنيه وابناء الجاليه الاردنيه في مملكه البحرين الغالي نتوجه باسمى ايات التهنئه والتبريك الى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه حفظه الله ورعاه بمناسبه عيد الفطر السعيد وصاحب السمو الملكي الشيخ خليفه بن سلمان رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد حفظهم الله ورعاهم وللشعب البحريني الشقيق بهذه المناسبة العطرة وإن شاء الله أن هذه الجائحة تبعد وكما قال مولاي صاحب الجلالة الهاشمية ملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه شدوا بتزول. بداية كما تعلمون أن هنالك دائما تنسيق وتشاور مستمر في جميع القضايا وفيما يخص موضوع جائحة كورونا كان هنالك توجيه من أصحاب الجلالة بالتنسيق وتضافر الجهود لمكافحة هذه الجائحة فجرى اتصال هاتفي في تاريخ 23/4 ما بين سيد الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وأخيه صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد حفظهم الله ورعاهم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الوباء الذي أصاب العالم كله أجمعين وعليه كان هنالك أيضا تنسيق مستمر ما بين الحكومتين ومع من خلال وزارة الخارجية الأردنية والبحرينية والسفارة الأردنية في مملكة البحرين والسفارة البحرينية في عمان وعلى أثره تم إجلاء عدد من الرحلات للأشقاء المقيمين البحرينيين في الأردن والطلاب وكان هنالك ما يقارب 4 رحلات خلال شهر 4 و5 تم إجلاؤهم في ظروف الحظر كانت موجودة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى مملكة البحرين كما تم إرسال عدد من المرضى البحرينيين شفاهم الله إلى المستشفيات والمراكز الصحية في الأردن والذين كانوا يتطلبون العلاج هنالك لابد هنا من الإشارة والإشادة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين في مكافحة هذه الجائحة التي أصابت الجميع كما أسلفت وأيضاً وتوجيهها والإشادة أيضاً بالتوجيهات التي تمت بمعاملة المقيمين والمغتربين ومعالجتهم دون مقابل ربنا يعديها على خير وإن شاء الله أنها شدة وبتزول كما أسلفنا ورب يحفظ البحرين والأردن والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع من هذا الوباء. مستمرين معكم مشاهدينا في الحديث عن جهود وزارة الخارجية لتأمين عودة المواطنين من الخارج. طبعا سعادة السفير يعني كلنا نعرف ان في مواطنين كانوا في دول خليجية يعني سافروا بالبطاقة الذكية فما هي الإجراءات اللي يعني تم اتباعها يعني لتسهيل عودتهم اللي كانوا متواجدين في دول الخليج والمستخدمين للبطاقة الذكية؟ نعم طبعا في بداية الأزمة شفنا إجراءات التنقل من دولة إلى أخرى تشتد وهذا الشيء صار عندنا في دول الخليج أيضا ومن الإجراءات اللي صارت هي عدم السماح بالسفر عن طريق البطاقة الذكية
طبعا احنا كخليجيين متعودين ان احنا اليوم نسافر بالبطاقه الذكيه من غير ما نفكر ان نودي معنا جوازاتنا، وهذا اللي صار. واعتقد العدد اللي كان عندنا في الخارج مسافر بالبطاقات الذكيه تقريبا 250 بحريني. طبعا احنا في حال الحصول على اول مكالمه تخص هذه المشكله، فتحنا مكتب خاص باستلام الجوازات من اقارب العالقين، وفتحنا المكتب من الساعه 7 صباحا الى الساعه 12 في الليل، وبالتعاون مع اداره الاتصال تم تعميم هذا الشيء على البرامج مختلفة. نعم. والحمد لله استطعنا أن احنا نستلم فوق ال 200 جواز، وبالتعاون مع الناقلة الوطنية غالف إير طيران الخليج تمكننا من توصيل مجموعات من الجوازات بشكل يومي إلى سفاراتنا في الخارج، وسفاراتنا طبعا كانت تتواصل مع المواطنين في دول الخليج وتسلمهم الجوازات وتسهل عليهم عودتهم الى البحرين. نعم. يعني احنا يمكن في بدايه حلقتنا قلنا، وحتى لما بدينا نقدم الفقره، وقلنا ان اليوم احنا عندنا يمكن الفرحه فرحتين، احنا نعم. عندنا فرحتنا بعيد الفطر المبارك، وايضا فرحتنا بعوده ابنائنا اللي كانوا طبعا عالقين في الخارج او كانوا موجودين في الخارج. فاكيد طبعا هي جهود كبيره انتم قمتوا فيها، مشكورين جدا. وكان هذه دائما يعني يوضح لنا ان المواطن مثل ما قلنا دائما في قائمه الاولويه. نعم. دائما هو كان امام نصب عينينا في اي خطوه كانت تتخذها حكومه مملكه البحرين. أنا ما ودي أختم معكم اللقاء، ولكن يعني قبل ما نختم معكم أكيد في كلمة تحبون أن تتوجهونها اليوم وتشاركون فيها مشاهدين برنامج مجتمع وعي. نبتدي معك سعادة السفير. والله أنا اللي ودي أقوله أن الشعب البحريني ثبت أنه هو شعب واعي ملتزم بالإجراءات الاحترازية التوعوية، ونتمنى أن هذا الشيء يستمر وأن يتم الالتزام بهذه الإجراءات، وإن شاء الله في الوقت القريب بننتهي من هذه الأزمة وبنرجع للحياة الطبيعية إن شاء الله. دكتور أروى. صحيح، احنا في وزارة الخارجية طبعا جزء لا يتجزأ من فريق البحرين، قيادة جلالة الملك المفدى سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. هذا الفريق اللي احنا نشوفه اللي قادر يواجه التحدي، قادر يواجه اي تحدي اخر. ودورنا في وزارة الخارجية المواطن طبعا اولا توجيه سعادة الوزير دائما وجميع المسؤولين ان سفاراتنا بعثاتنا في خدمة المواطن البحريني، العمل مستمر بالكورونا وبغير الكورونا. نعم. دائما المواطن هو في الاولويه. احنا كذلك يعني برنامجنا في خدمتكم دائما، يعني يسعدنا صراحه ان احنا نتواصل معاكم بشكل مستمر للتعرف على جهودكم وايصال جهودكم للمجتمع. شكرا لكم في النهايه يعني على حضوركم معنا، السفير خالد يوسف الجلاهمه مدير اداره العمليات، والدكتوره كذلك أروى حسن السيد مدير اداره الاتصال بوزاره الخارجيه. شكرا على حضوركم. شكرا. شكرا على الاستضافه. مشاهدينا الكرام، فاصل وراجعين معكم.
يعني ما شاء الله في فترة العيد يعني شفنا التزام، شفنا ما شاء الله يعني شوارع البحرين يعني الجميلة والرائعة، وخصوصا عاصمتنا الحبيبة المنامة. مشاهدينا احنا عندنا يعني مثل ما عودناكم دائما لقطات جوية لمختلف مناطق مملكة البحرين، حصرية لا تنسى، وهي حصرية كذلك أيضا تزودنا بها كذلك، مشكورين الله يعطيهم الصحة والعافية، يعني مشكورين ألف مرة جزاهم الله خير لإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية على تزويدنا بهذه اللقطات المباشرة والحصرية كذلك لعاصمتنا الحبيبة المنامة. مثل ما أنتم شايفين هذه هي اللقطات. فخر دار العز لك حبنا دين، منزلك وسط القلب والروح والعين، يا شمخ زانت درابة معانيك، على سنعكم دوم بالفخر ماضي. منزلك وسط
عشت على نهج العدالة من سنين. يا اسمه غلا شعب تجلب ولاكم وافي واهل الطيب لك دوم وافي. يا فخرنا العز لك حبنا ليك منزلك وسط القلب والطموح والعين. والعين يا شامخ انزانك الشعب والدار. جعلك قرير العين يا قرة العين وقت الشدايد موقف الشعب واحد وخاب اللي ذي حاول يقسمه قسمين. يا فخر دار العز بحر المحبة في الوطن بحر واحد وإن كان اسم الحب في القلب بحرين. يا فخر دار العز لك حبنا ليك. يا فخر دار العز وسط القلب والروح والعين. يا بالفخر ماضي. شفنا وياكم مشاهدينا واستمتعنا لقطات جوية حصرية جميلة لمملكتنا الحبيبة وتحديدا يمكن من العاصمة المنامة. أكيد طبعا نشكر كاميرا الإعلام الأمني على تزويدنا بهذه اللقطات الجميلة. ومثل ما شفنا هذه اللقطات الجميلة يعني من العاصمة المنامة، أيضا اليوم احنا حابين نتقدم بجزيل الشكر لبعض الجهات اللي قدموا لنا الورود، ورود لريسا طبعا يعطيهم ألف عافية وشكرا على تقديمهم لهذه الورود الجميلة. وأيضا نحب ان احنا نتقدم بجزيل الشكر إلى محلات لابيتيت على تقديمهم هذا الكيك المميز واللي يحمل طبعا شعار مجتمع واعي. والجميل ايضا يعني بسام يا ريت مخرجنا بس ياخذ لنا زوم شويه على الصوره، يمكن جميع جنود الصفوف الاول موجودين للتعبير عن فعلا يعني الدور الكبير واحتراما وتقديرا واجلالا للدور الكبير اللي يقومون فيه. بالتاكيد يعني رقي شكل يعني من اشكال التعبير وغيرها يعني يعني اشكال عديده ايضا مرت علينا من خلال البرنامج. صحيح. يعني تقديرا لهؤلاء الابطال الذين يعني يقفون في الصفوف الاماميه واللي لا زالوا اليوم طبعا خصوصا في فتره اجازه العيد الله يعطيهم الصحه والعافيه. صحيح. مشاهدينا مستمرين معاكم في برنامج مجتمع واعي، طبعا
في عملية تأمين عودة المواطنين من الخارج يعني تتكاتف العديد من الجهود بمختلف وزارات الدولة، وتمر أيضا عملية العودة بعدة مراحل من لحظة وصولهم إلى مملكة البحرين. بالفعل بسام، بوصول المواطنين من الخارج تلعب مديرية شرطة المطار دور بارز في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتنسيقها مع مختلف إدارات وزارة الداخلية، ومنها العمليات والنقل وغيرها. نتابع معكم هذه اللقطات وراجعين نكمل باقي فقراتنا. عشان نتكلم أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف النقيب محمد نبيل الشروقي، ضابط فريق التفتيش الأمني بمديرية شرطة مطار البحرين الدولي. مساك الله بالخير نقيب محمد. مساء النور، مرحبا. يا هلا وسهلا فيك نقيب محمد. نبي نعرف شنو الإجراءات الاحترازية اللي تنفذها مديرية شرطة المطار خلال وصول المسافرين للبلاد في عمليات الإجلاء وكذلك عند مغادرة مسافرين الخارج. في البداية نشكركم على الاستضافة في البرنامج اللي له دور كبير في توعية المجتمع. طبعا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية هو الذي يجعل مملكة البحرين نموذجا يفتدي به للكفاءة في مكافحة الفيروس. وبخصوص التعامل مع حالات الإجلاء، فإن مؤسسات ووزارات مملكة البحرين عملت على خطة متكاملة لإجلاء جميع المواطنين العالقين خارج مملكة البحرين من مختلف البلدان ابتداء من شهر مارس وحتى وقتنا الحاضر، من خلال التواصل مع المواطنين وحصر أعدادهم، حيث تم إجلاء عدد كبير من المواطنين وذلك لإرجاعهم إلى مملكة البحرين والحفاظ على سلامتهم. أما بخصوص الإجراءات الاحترازية اللي تنفذها مديرية شرطة مطار البحرين الدولي خلال وصول المسافرين للبلاد في عمليات الإجلاء، فعندما صدرت الأوامر من القيادة بإجلاء المواطنين من الدول الموبوءة وغير الموبوءة وبناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية بتوفير الخدمة الأمنية المتميزة للمسافرين وتسهيل جميع الإجراءات الأمنية بيسر وسهولة أثناء وصولهم مطار البحرين الدولي. وعليه قامت مديرية شرطة مطار البحرين الدولي اتخاذ عدة إجراءات، ومنها إجراءات قبل وصول الطائرة، التأكد من موقع الفحص الطبي بالتنسيق مع وزارة الصحة، التأكد من عدد المسافرين القادمين من طائرة الإجلاء وذلك توفير الحافلات والشاحنات التابعة لوزارة الداخلية ونقل المسافرين من الطائرة إلى موقع الفحص الطبي.
والتأكد من وقوف الطائرة في المنطقة الشمالية بمطار البحرين الدولي وبعيد عن مبنى المطار، وذلك لوقاية جميع الموظفين العاملين بالمطار. ومن ميزات الموقف أنه قريب من موقع الفحص الطبي. أما الإجراءات بعد وصول الطائرة، عند وقوف الطائرة في المنطقة الشمالية تقوم مديرة شرطة مطار البحرين بجميع الخدمات الأرضية للطائرة، من عملية إنزال المسافرين من الطائرة ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ونقل عفش المسافرين من الطائرة، والتأكد من تعقيم جميع الحقائب اليدوية المحمولة مع المسافر وتعقيم حقائب العفش الخاصة بالمسافرين. ومن ثم يتم مرافقة الحافلات إلى موقع الفحص الطبي، حيث يتواجد فريق آخر من مديرية شرطة المطار في موقع الفحص الطبي لمساندة موظفي وزارة الصحة من خلال توزيع وتنظيم دخول المسافرين لإجراء عمليات الفحص الطبي. أما بخصوص مغادرة المسافرين من المطار، فتقوم مديرية شرطة مطار البحرين الدولي بتنظيم دخول المسافرين في المبنى والمحافظة على التباعد الاجتماعي من خلال ترك المسافات الآمنة بين المسافرين والمحافظة على تعقيم جميع مرافق المطار بشكل مستمر بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني. نعم، يعني مسي عليك بالخير طبعا نقيب محمد. هناك تعاون بين مديرية شرطة المطار وإدارات وزارة الداخلية ومنها العمليات والنقل وغيرها، يعني هل يمكن يعني أنك توضح لنا ذلك بالتفصيل؟ طبعا التنسيق المسبق والخطط الاستباقية اللي تم وضعها من قبل جميع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لها دور كبير في تسهيل إجراءات المسافرين ومساندة وزارة الصحة في أداء واجبها. وتعمل جميع الجهات الأمنية كفريق واحد للتصدي لهذا الوباء، حيث يتم التنسيق مع إدارة العمليات وهي الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية التي تعمل كحلقة وصل بين الجهات الأمنية المختلفة بالوزارة، كما يتم التعاون مع إدارة النقل لتوفير حافلات لنقل المسافرين من الطائرة إلى المناطق المخصصة للفحص الطبي، كما يكون هناك تعاون مع إدارة الدفاع المدني وذلك لتعقيم مبنى المسافرين والآليات التي استخدمت لنقلهم، حقائب المسافرين المحمولة وحقائب العفش وتعقيم منطقة الفحص الطبي، كما يتم التعاون مع إدارة الإسعاف الوطني للتعامل مع الحالات الطارئة إن وجدت، وتوثيق جميع رحلات الإجراء وإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الإعلام الأمني. نعم نقيب محمد، يعني بودنا بعد نستفسر عن خيام الفحص الطبي في المطار، شن هي الآلية المعمول فيها في هذه الخيام من حيث حتى طريقة تقسيمها؟ تم إنشاء منطقة خيام الفحص الطبي في ساحة المطار لفحص جميع المسافرين القادمين، وتكون الخيام مصممة على شكل مبنى مطار مصغر والذي يحتوي على قسم للاستقبال وقسم لمنطقة الفحص وقسم العزل، حيث تم تزويد المنطقة بجميع الخدمات الأمنية والصحية اللازمة. وتقوم المديرية بعملية تنظيم دخول المسافرين والإشراف على نقل المسافر المصاب أو المشتبه به لنقله إلى الحجر الصحي، وترتيب عملية نقل أمتعته الشخصية والإشراف على تعقيم الخيام بعد خروج المسافرين منها بشكل مستمر بعد كل رحلة، بالإضافة إلى التأكد مع تعقيم حافلات نقل المسافرين قبل رجوعها إلى مبنى المطار والتعقيم والتطهير المتواصل لجميع المرافق بالمطار بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني. نعم نقيب محمد، يعني لو نتوقف عن يعني مسألة أو عملية اللي هو الوصلين أو القادمين للبلاد، كيف يتم التعامل معهم من لحظة هبوط الطائرة في المطار؟ تنقسم الرحلات القادمة إلى مملكة البحرين إلى قسمين، رحلات قادمة من دول موبوءة ورحلات من الدول غير موبوءة، حيث تقوم مديرية شرطة مطار البحرين الدولي بجميع الإجراءات ومنها الخدمات الأرضية من إنزال المسافرين ونقلهم بالحافلات المخصصة ونقل العفش الخاص بهذه الرحلات بعد تقييمه والتأكد من امتثال جميع المسافرين للفحص الطبي ومعاونة الطاقم الطبي لفرز المسافرين داخل منطقة الفحص الطبي وحراسة موقع الفحص حتى الانتهاء من إجراءات فحص جميع المسافرين والحصول على نتائج الفحص الطبي. أما بخصوص الرحلات القادمة من دول غير موبوءة، يتم نقلهم من خيام الفحص وأخذ المسحات الطبية وإلزامهم بالحجر المنزلي من خلال وضع السوار الذكي على معصمهم، كما تقوم مديرية شرطة المطار بالتنسيق مع الدفاع المدني وذلك لتعقيم منطقة الفحص الطبي بعد الانتهاء من نقل المسافرين. نقيب محمد، يعني أيضا بودنا نحن نتعرف على تطبيقات اللي هو الإجراءات الاحترازية خاصة فيما يتعلق بموضوع التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الثانية. تم التنسيق مع الجهات المعنية بمطار البحرين الدولي والمحلات التجارية وذلك للتأكد من امتثال جميع مرتادي مطار البحرين الدولي بالمسافات الآمنة لتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، فتم على سبيل المثال وضع ملصقات توعوية لمنع الجلوس على بعض كراسي الانتظار بمبنى المطار ووضع ملصقات توعوية على أرضيات المحلات التجارية
ذلك لضمان تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، كما يتم التأكد من عدم القيام بالتجمع في مبنى المطار من قبل الموظفين أو المسافرين. نعم، شكرا لك النقيب محمد نبيل الشروقي، ضابط فريق التفتيش الأمني بمديرية شرطة مطار البحرين الدولي، شكرا جزيلا لك. قسما ووعدا نصون ونحمي البلد، ملكا وحكومة وشعبا، أرضا وجوا وبحرا. البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل رجالها عهدا ورسالة، العمل بإخلاص وتصميم على أمن المواطن والمقيم. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا. طبعا الدبلوماسية البحرينية لها دور إيجابي وفاعل كذلك في التواصل الدولي لتوحيد الجهود للتعامل مع مختلف الأزمات، ومنها الظرف الاستثنائي المتمثل في انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم. بالتأكيد، وحيث حرصت الوزارة على التواصل مع مواطني مملكة البحرين في الخارج والعمل على حصر أعدادهم تحضيراً لوضع الخطط اللازمة لتأمين عودة المواطنين لمملكة البحرين. والحين راح يكون معنا عبر السكايب محمد البرشيد، أحد المواطنين اللي بيرجع بإذن الله إلى أرض الوطن واللي متواجد حالياً في أحد المطارات. عيدك مبارك محمد وعسى على القوة، ونبي نعرف شنو شعورك وانت راجع البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام بخير، عيدكم مبارك. أنا حاليا متواجد في شيكاغو وراجع إن شاء الله الديرة. شعوري وأنا راجع شيء ما يوصف، يعني في قمة الفرحة. أودي أشكر السفارة على تواصلهم معاي وعلى توفيرهم للمواد الغذائية، يعني وأنا الحين راجع في الطيارة بس أشوف البحرين، خلاص تحس إنك اكتملت، تحس إنك وأنت برا تحس إن شيء فيه شيء ناقص، بس وانت في الطياره وانت جاي البحرين اول ما تشوف البحرين تحس انك اكتمل. ويوم العيد في البحرين يعني غير، في عيش العيد، حلويات العيد، يعني اشياء وايد وايد حلوه يعني وغير. وفي النهايه بس ودي اشكر السفاره، ما قصروا، الله يعطيهم الصحة والعافية. شكرا محمد، يعطيك العافية وإن شاء الله ترجع بالسلامة لأرض الوطن. يعني بسام ما أدري، بس يمكن كلام محمد شوية، يعني خلينا نوقف شوية عند يعني كلمة قالها، قال يعني أنا أحس إن في شيء ناقص، بس بمجرد ما أرجع البحرين وأحس إن ذي شيء اكتمل. أكيد يعني فرحة وجوده بين هلا، بين يعني بين أصدقاء، بين الناس اللي يحبونه، كفاية إنه هو بيرجع حق ديرته، هذه إحساس يعني صراحة أكيد كبير. يعطيه الصحة والعافية، يعني نتمنى له يعني إنه يرجع بالسلام إن شاء الله أولاً، ويعطي العافية اللي خصنا بهال يعني بهالاتصال هذه المرئي من المطار اللي هو متواجد فيه حاليا. يمكن إحنا اليوم يعني رقي قاعد نأخذ يعني نظرة بانورامية جميع الجهود اللي مبذولة لعودة المواطنين، سواء وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، كذلك أيضا حلو أن احنا نشوف أيضا مشاعر المواطنين. وإحنا مستمرين طبعا يعني اتصالاتنا عبر السكايب، يعني صراحة مشاهدين الجهود الكبيرة اللي قاعد تبذلها وزارة الخارجية بكل كوادرها لتأمين عودة المواطنين المتواجدين في الخارج، بالإضافة للاهتمام بكافة الأمور اللي من شأنها الحفاظ على
صحتهم وسلامتهم، سلامة المواطنين الموجودين يعني لظروف مختلفة في الخارج، سواء طبعا الظروف لظروف صحية أو لظروف تعليمية وغيرها أيضا من الظروف. يسعدنا أيضا يكون معنا عبر السكايب الطالبة البحرينية طالبة الماجستير رنا شبيب، وهي متواجدة في ماليزيا. يا هلا ويا مرحبا فيك، يعني هي في البحرين لكن يعني تدرس، كانت تدرس في ماليزيا ورجعت لنا بالسلامة. الطالبة رنا شبيب، أول شيء نقول لك يعني الحمد لله على السلامة، يعني حدثينا عن يعني تجربتك. مساء الخير، عيدكم مبارك. اسمي رنا، رنا شبيب، طالبة ماجستير، صار لي 5 سنين في ماليزيا. وصراحة هذه أول موقف يعني كطالبة أو كأي شخص يمر بهذا الموقف في دولة مغتربة. طبعا كورونا، فيروس كورونا انتشر تفشى في كل المناطق العالم في النص الثلاثة، وماليزيا طبقت الحظر مثل معظم باقي الدول. الحظر كان عندنا يعني تقريبا شديد، ما نقدر ننزل تحت السكن ولا نقدر نشتري مستلزمات ولا رياضة ولا أي شيء. فحسينا بقلق شديد وما عرفنا يعني مصيرنا وإذا بنقدر نرجع أو لا. بس بفضل جهود السفارة وموظفين السفارة وبالأخص قائم الأعمال أستاذة مرام أنور الصالح، كانت تكلمنا وتطمن علينا تقريبا شبه يومي، تسأل عنا وتشوف صحتنا وشن احتياجاتنا. وبفضلها وبفضل جهود السفارة وصلوا لنا وارسلوا لنا يعني المستلزمات الصحية والأغذية اللي كانت nearly out of stock وصعب إن إحنا نروح نشتريها. وإذا رحنا يعني it's gonna be crowded أو يعني it's out of stock، فكان جدا خطر إن إحنا نطلع من سكننا. فالحمد لله وصلت لنا المستلزمات والأغذية وتمت معنا فترة يعني، وكانت تطمننا من وقت لوقت إنه يعني we have to get rest assured إنه بنرجع البحرين ولازم بس نتصبر. و after 3 months نهاية 4 وصلت معنا وعطتنا تاريخ الرحلة. وجا يوم الرحلة وكانت معنا من باب المطار إلى باب الطيارة هي والموظفين، جزاهم الله خير. الحمد لله وصلنا أرض الوطن سالمين وغانمين وأهلنا وحبايبنا معانا مطمنين علينا. وحبيت أشكرها أستاذة مرام أنور الصالح، موظفين السفارة وبالأخص جلالة الملك وولي العهد ورئيس الوزراء على قرارهم بإرجاع كل طالب وكل مغترب إلى أرض وطن، لأن ما في مكان آمن غير أرض الوطن. الحمد لله ونشكركم. شكراً لك رنا، يعني دموعك غالية علينا، يعني صراحة مشاعرك هذه تعبر عن مدى الامتنان والمحبة اللي في قلبك للبحرين. تأكد أنك غالي على البحرين وغالي على ديرتك وعلى القيادة، يعني ومشاعرك هذه يعني أتوقع يشاركونك فيها أيضاً زملائك من الطلبة اللي كانوا موجودين. يعني رقية صراحة يعني كلماتها يعني كانت أنا اللي يعني معبرة فعلا وصادقة من القلب يعني. بالضبط يعني، وكان واضح جدا من خلال كلام رنا يعني كان في تأثر كبير، يعني خاصة لما كانت تقول إنه كان في قلق مستمر، كان في خوف بشكل كبير، لكن يمكن اللي هون هذا الموضوع إنه كان في تواصل مستمر، كان في جهود كبيرة في إنه يتم يعني إرجاع كل أبنائنا إلى أرض الوطن بالسلامة. ويمكن أحلى كلمة قالتها رنا وهي بتختم الكلام، قالت ما في مكان أمن من الوطن. فعلا الوطن هو الملاذ، الوطن هو الأمان. نواصل معاكم مشاهدينا ومع طلبتنا اللي ولله الحمد رجعوا إلى أرض الوطن وكان عيدهم في البحرين مع أهلهم ومع أحبابهم. فريق عمل البرنامج تواصل بعد مع طالب الدكتوراه في مملكة ماليزيا علي عتيق وأرسل لهم فويس نوت وهو يشيد بدور سفارتنا في ماليزيا. خلونا نسمعه وراجعين لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا علي احمد عتيق طالب دكتوراه في مملكة ماليزيا. حقيقة ما يسعدني ويشعرني بالفخر اننا لمسنا حس المسؤولية وتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة ممثلة خير تمثيل في اعضاء السفارة جميعا دون استثناء، وعلى راسهم الاستاذة مريم الصالح القائمة بالاعمال والاستاذ علي الفردان.
حقيقة ما أسعدني كثيرا هي المتابعة الحثيثة لشؤون الطلبة والعالقين على حد سواء. فعلى سبيل المثال للحصر، قدمت السفارة سلالا غذائية ودعما ماديا لكافة الطلبة والعالقين لمساعدتهم في الوفاء في التزاماتهم، منهم من كانت عليه إجارات متأخرة ومنهم من نفذت نقودهم، فكان دور السفارة إيجابيا. كذلك أنا أسر فضل كبير في التنسيق المميز مع وزارة الخارجية لعودتنا إلى أرض الوطن، وما كان حضور كافة أعضاء السفارة إلى المطار لتسهيل إجراءات الطلبة إلا دليلا واضحا على حس المسؤولية وتنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم سيدي ملك البلاد حفظه الله ورعاه وسمو رئيس الوزراء وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم جميعا. يعطيك العافية علي، ويعني بالفعل كلام مؤثر، وكل يعني كلمة يمكن انقالت اليوم من خلال المكالمات اللي شفناها أو من خلال طبعا السكايب اللي كانوا عيال البحرين معانا، يمكن الكل اتفق على نقطة واحدة، شكر كبير وثناء أكبر على جهود وزارة الخارجية، الجهود اللي كانت طبعا مستمرة بشكل يعني من بداية خلينا نقول هذه الأزمة، من بداية ما فعلا يعني انتشر هذا الشيء، ومن بداية ما أيضا صارت هناك أوامر من خلال طبعا أكيد قيادتنا بضرورة أن أبناء البحرين كلهم يرجعون بأمان إلى مملكة البحرين. يعطيهم العافية جميعا. يعطيهم العافية طبعا، ولا زالت يعني جهودهم مستمرة كذلك أيضا، يعني نتحمد بالسلامة على اللي رجعوا من طلباتنا وعلى أبناء البحرين من الخارج، ونقول حق اللي لا زالوا موجودين تأكدوا أنكم في أيدي أمينة، السفاراتنا في الخارج مو مقصرة، مستمرة بالتواصل معاكم، وأي شيء تحتاجونه تواصلوا معاهم يعني، وخلكم دائما على تواصل وعلى يعني خلينا نقول على معرفة تامة ودراية تامة بالإجراءات اللي قاعدة تحصل واللي قاعدة يعني السفارات يعني تصدرها بشكل مستمر. وندعي لهم إن شاء الله يعني إنهم يوصلون البحرين بالسلامة. بالسلامة إن شاء الله، إن شاء الله توصلون بالسلامة. مشاهدينا نطلع معاكم هالفاصل وراجعين. تجنبوا مخالطة الآخرين، يعني لازم تكونون معزولين في البيت في غرفة بروحكم. هاي أنا يا أمو بهلا الله يحفظك، احنا ما اتفقنا، الحجر المنزلي يعني حجر صدق بروحك في الحجرة، وما كل شوية كل من داش عليك هاي ما يصير، خاصة يا هال بنتك هذه، يعني فكرتي ممكن تعادينها الله يحفظك، مو بزين، وإذا كلش كلش مضطرة من بعيد حطي كمامة وخلي حد يفهمها، ترى نايلة مريضة هالأيام ما احتاج حد يشوفها. ابو سعود وينك؟ عيست وانا نطرك؟ وايد تأخرت. ابو سعود ترى العشاء بارز وانا مطرقع من اليوع، خف روحك. شلون انت حيحطونك في الحجر؟ يقول لك قعد بروحك وما تروح حق الاوادم، تروح تجيبهم عندك في البيت، قلبته ميلس. لا الله يحفظك، الحجر يعني انت بروحك في الحجرة، ما تعاشر ما تخالط لوادم ولا شخالتها الحجر ذي، بروحك تذكر الله يسلمك. الحمد لله خلصت أكلي. أهم شي في الحجر المنزلي تتأكد أنك تأكل في صحن بروحك وتغسل صحنك بنفسك وتحرص أن ما حد يأكل من الصحن اللي أكلت منه، سمعتني؟ لازم تتأكدون أن الشراشف والمناشف اللي تستعملونها تكون استخدام شخصي، ما حد يستخدمها غيركم. ولازم تعرفون أن استخدام دورات المياه الله يعزكم لازم يكون استخدام خاص بك، يعني ما حد يستخدمها غيرك، وإذا كان لابد من المشاركة في استخدام دورة المياه خليك آخر واحد في استخدامه علشان سلامتك وسلامة غيرك. لا يبون بهاللون الله يحفظك، من أهم طرق انتشار العدوى هو الإعطاس والكحة، وإذا عطست وكحيت حطك الكلينكس مو تقطة كذي هدد هاللون، حطه في سلة المهملات الله يسلمك تخلص منه بطريقة صحيحة،
روح اغسل يدك وعقمها مثل ما بتشوفها الحين. لا تنسون تعقمون الأسطح اللي تلامسونها مرتين إلى ثلاث مرات يومياً، ومثل ما قال الدكتور لا تنسون تلبسون الكمامات والقفازات. إذا ظهرت عليكم أعراض حرارة أو كحة اتصلوا على الخط الساخن 444 علشان تأخذون الرعاية اللازمة لسلامتكم وسلامة الآخرين. نرجو منكم اتخاذ هاي الإجراءات البسيطة أثناء الحجر المنزلي، وما عليكم للعافية إن شاء الله. كلنا معا ضد فيروس الكورونا، كلنا فريق البحرين. حياكم الله من جديد مشاهدينا، مستمرين معاكم في تواصلنا مع طلبتنا الموجودين في الخارج واللي منعتهم الدراسة من العودة إلى مملكة البحرين، لكن فريق الإعداد حرص أنه يسأل عنهم في هالظروف الاستثنائية. صحيح بسام، ومن كندا معنا الطالبتين مريم وزينب زمان. نمسي عليكم بالخير، ونبي ما بيكم تقولون لنا شلون أجواء العيد وياكم. مساء الخير، احنا الحين الصبح عندنا وقاعدين في حديقة بيتنا ونعيد مع أهلنا، وبداية نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة والشعب البحريني بحلول عيد الفطر المبارك، وعلى الأمة العربية والإسلامية نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة بأحسن حال ويبعد عنا الوباء، ونحتفل بهذا اليوم المبارك بعد انتهاء الشهر الفضيل. واليوم كان ودنا ان احنا نتجمع في هذا اليوم مع الاهل والاصدقاء، ولكن الافضل القادم افضل ان شاء الله، واحنا متفائلين خير، وان شاء الله الايام الجايه تكون وايد احسن ومن الايام اللي فاتت. احنا لازم نتفائل بالعكس، نحتفل من اي مكان في العالم، واحنا هني بالعكس في بلدنا ثاني كجاليه بحرينيه نحس بالامان والدعم من السفاره البحرينيه، واحنا شاكرين لهم ومقدرين جهودهم، ولهم تحيه واجلال واكرام، ونشكر القيادة على هذه الثقة اللي عطتنا إياها. وكل عام وانت بخير وعساكم من عوادة. وانتو بخير مريم وزينب زمان، يعطيكم العافية، وان شاء الله نشوفكم في البحرين وانتو بخير وسلامة يا رب بين أهلكم وبين أحبابكم. يمكن أنا بسام يعني قبل ما نطلع الفاصل، أنا وايد أحب يعني لما زينب ومريم يطلعون دائما تحس في ابتسامة عندهم، دائما في إيجابية حلوة في كلامهم، دائما تحس أنه برغم الظروف هذه الاستثنائية، برغم التحدي، وبرغم يمكن وجودهم خارج البحرين، إلا أن في أمل بأن القادم بيكون أفضل، لأن في تواصل مستمر معهم. يمكن يعني رقي لأن خلال وجودهم في الخارج السفارات يعني مو مقصرة معهم. صحيح. خصوصاً أن في بعض الدول، أنا ما أتحكي عن يعني الدولة اللي موجودين فيها، لكن في دول كانوا موجودين فيها المواطنين تعرضوا للصعوبات اللي هم مواطنين يعني الدول نفسها. الدول نفسها صح. من ناحية المؤونة، من ناحية يعني الأمور الصحية، لكن السفارات ما خلت عليهم قاصر، فمن كذي هم يحسون بالأمان والطمأنينة. مشاهدينا بننتقل مرة ثانية إلى كاميرات الإعلام الأمني لوزارة الداخلية ولمشاهدة هذه المناظر الجميلة لمملكة البحرين. نشوف معاكم هذه المشاهد وراجعين مرة ثانية. وطني أيا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي، وطني
أيا روض الخليج النادي يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي يا فخره وبه الحصون منيعة يا فخره وبه الحصون منيعة يا عزه رغما عن الحساد مخلدا وبه الخليج يعج بالأمجاد يا مجده عبر العصور مخلدا وبه الخليج يعج بالأمجاد ماذا الذي أهديك في يوم المنى ماذا الذي أهديك في الأعياد ماذا الذي أهديك في يوم المنى ماذا الذي أهديك في الأعياد وطني 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 أيا روض الخليج النادي يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي وطني أيا روض الخليج النادي يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي أنشودتي في يوم عيدك غنوة رددتها في موكب الإنشاد ومسرتي يا من فرحت لذكره أرسلتها بمحبتي وودادي ومسرتي يا من فرحت لذكره أرسلتها بمحبتي وودادي وطني 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 أيا روض الخليج النادي يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي وفؤادي لو أنني
كما ملكت يدي، وأذود عنك بمهجتي وفؤادي، لم أوفي حقك في الزمان لأنني لو رحت عنك أكون في أولادي، لم أوفي حقك في الزمان لأنني لو رحت عنك أكون في أولادي. وطني 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 وطني، أيا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي. وطني أيا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي، يا فخره وبه الحصون منيعة، يا فخره وبه الحصون منيعة، يا عزه رغما عن الحساد. يعني بسام، قبل ما نقدم فقرتنا اليايم انا بودي لازم يعني اقول هاي الشيء، يمكن تحت الهواء احنا كنا ندردش ونتكلم عن ذي الشيء، يعني غير ما احنا مستمتعين مع مشاهدينا واحنا نشوف هذه اللقطات الجميله لمملكه البحرين، يمكن احنا بعد مستمتعين واحنا نسمع هذه الاغاني الوطنيه الحلوه بحس فنانيننا، يعني الله يعطي الصحه والعافيه فناننا الكبير القدير احمد الجمير، وهو يغني اغنيه وطني. يمكن الاغنيه مو بجديده، قديمه، لكن في كل مره نسمعها نستشعر بحس وطني عالي فيها وحافظينها، ولو ايش كثر ما سمعناها فعلا، يعني مثل ما قال في مقطع ما نقدر نوفي وطننا حقه، لان فعلا الوطن اعطانا الكثير. اغاني يعني خالده وجميله، ويعني لها يعني تحمل العديد من المعاني الوطنيه. يعني انا بعد يعني نفس الشيء رقايه، يمكن يعني سالوني وايد يعني ليش برنامجكم ما شاء الله يعني مليء بالبهجه بشكل مستمر، وليش نضحك على طول، ليش دائما يعني مبتسمين ونضحك واحنا قاعدين نمر في جائحه عالميه وكذا. اقول لهم يا جماعه الخير احنا من حقنا نبتهج لما نشوف اداره البحرين للازمه بهذه الطريقه، يعني من حقنا نبتهج ومن حقنا نفتخر. بالعكس احنا يعني تفادينا اضرار كبيره يعني كان ممكن انها تحصل لولا يعني جهود مملكه البحرين وجهود فريق البحرين. مشاهدينا يعني جهود ايضا سفاره مملكه البحرين في المملكه المتحده وبالتحديد العاصمه لندن واضحة، وأكيد مو مقصرين مع جميع المواطنين المبتعثين، وجهودهم واضحة في كل ما يبذلونه من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ومساعدتهم للعودة لأهلهم بكل سلامة. بالتأكيد بسام، وهالمرة راح تكون معانا عبر السكايب الطالبة المبتعثة زينب طريف. مساء الله بالخير زينب، وبيش تقولين لي شلون سهلت لكم مملكة البحرين عودتكم لأرض الوطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على ما مضى. أنا حالياً في أرض الوطن، شكراً جزيلاً إلى السفارة البحرينية في لندن والوزارة الخارجية، ما قصروا، مساعدتهم كانت واجد سريعة في وقت الشدة. اختصار قصتي أني كنت متعلقة في مدينة برمنغهام، ثاني أكبر مدينة في بريطانيا بعد لندن، فالخطر هنا كان أكبر، والطيران اللي كان المفترض أرجع به إلى البلد كنسل جميع رحلاته للشرق الأوسط، فتعلقت هناك وتواصلت ويا السفارة البحرينية. ما شاء الله عليهم من البداية قالوا لي لا تخافين وطمنوني، قالوا لي ما بنخليش يعني بنرجعش إلى البحرين في أسرع وقت، ويعني ما شاء الله عليهم في 3 أيام أخذوا لي تذاكر وتابعوني في مطار دبي ومطار البحرين، يعني لباب البيت هم يتابعوني يسألوني إذا وصلت البحرين بأمان. فالله يعطيهم العافية والله يجازيهم، والله يفرج إن شاء الله عن الجميع، وإن شاء الله تزول هالمحنة عن جميع العالم. شكراً على استضافتكم.
شكرا زينب، يعطيك العافيه. ويعني احنا يمكن ناكد على نقطه ذكرتها زينب، اهميه التواصل. نعم. التواصل جدا مهم لكل ما يعني ما هو موجود خارج مملكه البحرين لاي سبب لاي ظرف كان. دائما خليكم على تواصل مستمر مع وزاره الخارجيه لتقديم الدعم والمساعده وقت الحاجه. قالوها السفراء بعد يوم زارونا هنا، يعني ان لحظه وصولك لاي دوله سواء سائح او طالب او ايا كان، اول شيء تسويه انك تتواصل مع السفاره، تبلغهم ان موقعي انا هاي موقعي، عشان لا سمح الله مثل هالموقف اللي صار، هالتحدي العالمي هذا اللي صار، يقدرون بكل سهوله انهم يوصلون لك. صحيح. بالرغم من ذلك ايضا وصلوا حق الكل، يعطيهم العافيه. الحمد لله. مشاهدينا ايضا فريق الاعداد مستمر في التواصل مع كوادرنا الطبيه ويسالهم عن يعني شلون هم قاعدين يقضون ايام العيد في ظل هالظروف الاستثنائيه اللي احنا نمر فيها. جهود كوادرنا الطبية واضحة، سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو فنيين، كلنا فخورين فيهم. ومعانا عبر السكايب زهراء علي، فنية مختبر في إدارة الصحة العامة. مساك الله بالخير زهراء، كل عام وانت بخير. ولو تقولين لنا شلون العيد هالسنة وانت ناس ما يقولون على رأس العمل. مساء النور، كل عام وانت بخير. آه طبعا في بداية أتقدم إلى القيادة الرشيدة وشعب البحرين الوفي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعي المولى عز وجل أن يديم علينا إن شاء الله العام والعام. في الحقيقة إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. ما في أعمق من أنك تشوف الموظفين المستوعين والمتقاعدين تاركين بيوتهم وأهلهم وجايين كلهم منطلقين يلبون الواجب. هني تعرف شقد إن الإنسان البحريني معدن عصير. لو بتسألني عن الشعور بقول لك إن وقفتنا كلنا للبحرين بحد ذاته عيد. شكرا زهرة علي، فنية مختبر في إدارة الصحة العامة، يعطيك العافية. ويمكن زهرة قالت شيء حلو، قالت أن اليوم الكل إن كانوا موظفين إن كانوا متطوعين إن كانوا متقاعدين، الكل صار عنده هدف واحد، هدف سامي فقط، وهو خدمة مملكة البحرين وخدمة أبنائها. طبعا مشاهدينا في ظل هذه الأزمة الصحية كلنا شهدنا صورة مشرفة لجميع المواطنين المتطوعين اللي يخدمون هالوطن الغالي بكل حب وإخلاص وروح الانتماء لهذه الأرض الطيبة. لكن أكيد هذا العيد كان الوضع مختلف بالنسبة لهم، خصوصا أنهم متواجدين في أعمالهم. بالتأكيد رقية، يعني المتطوعين يعني بينوا المسؤولية المجتمعية اللي تحل بها مجتمعنا البحريني، وتنضم معنا كذلك عبر السكايب المتطوعة غدير سعيد من مختبر إدارة الصحة العامة. مساك الله بالخير قدير، طبعا كل عام وانت بخير. نبي نعرف بس شلون قضيتي العيد هالسنه وانت متواجده في مكان العمل. بدايه اتقدم الى قيادتنا الرشيده والى فريق البحرين المخلص باسم ايات التهاني والتبريكات. نشكركم على طرح مثل هذا البرنامج اللي ينشر الوعي بين والثقافه بين المجتمع. شعوري متضارب اني افتقد لمة الاهل وغدا العيد بين الاهل، ولكن في نفس الوقت احس بمسؤولية واجب اتجاه اني الف نداء الوطن. بالعكس انا مفتخرة ومستانسة ان اني اكون بين عائلة ثانية وان فريق البحرين، وان شاء الله الله يعدي الازمة على خير وكل عام وانتم بخير. يعطيك العافية غدير، الله يقويك. ويعني صراحة جهود كبيرة قاعد تبذلونها في هذا المختبر. يعني تحكي اليوم عن يعني مجالينا أكثر من 280 ألف فحص أجرى هذه يعني المختبر، تم تحليل هذه الفحوصات المختبر، واللي خلانا اليوم يعني هذه الجهود من خلال هذا المختبر الصحة العامة خلت يعني خلانا اليوم احنا نشعر بالسعادة ونشعر بالراحة والاطمئنان، ونشعر كذلك يعني بأن احنا دائما في أمن وأمان وأمان للبحرين. I'm a
اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. مشاهدينا، البحرين قدمت للعالم نموذج في الوعي والتكاتف وسرعة الاستجابة للتحدي اللي فرضته جائحة كورونا بشكل عكس قوة استعدادها وكفاءة وتميز أبنائها في مختلف المجالات. جهود كبيرة قدمها أبناء الوطن للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز صحة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تأمين وصول المواطنين المتواجدين في الخارج إلى أرض الوطن، وذلك طبعا بفضل ما تتمتع به البحرين من علاقات دبلوماسية مميزة مع مختلف الدول، أسهمت في تسهيل وصول المواطنين للبحرين. بفعل رقية، يعني توجيه مستمر من جلالة الملك الله يحفظه واهتمام كبير من سمو رئيس الوزراء ومتابعة شخصية من سموه للعهد بإعادة أبناء البحرين المتواجدين في الخارج لديرتهم ووطنهم. ودائما ما أكدت البحرين على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر على كافة المستويات. بالفعل قيادتنا الله يحفظهم في أكثر من مناسبة أكدوا أن أبناء البحرين هم الثروة الحقيقية للوطن، وأن كل الجهود تنصب لتوفير كافة الخدمات للمواطنين للحفاظ على استمرار الأوضاع المعيشية لكل من يتواجد على هالأرض الطيبة. بالتأكيد مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلتقيكم باكر في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. فأمان الله. مع السلامة.